ومعايا الكريم الجيلي هنعمل بيه تورتايه. طبعا انا ممكن استخدم اي نوع انا عايزاه زي ما انا عايزه لون التورتايه ايه. خلاص؟ فانا مثلا عندي كيكه جاهزه. كيكه عاديه اللي انا عاملاها، باقي عندي بقى كيكه من امبارح، انا عملت كيكه مخصوص، بقى لي كذا يوم عندي كيكه دي مش عارفه اعمل بيها ايه، الاولاد كلوا منها وسووا منها بواقي. زي ما انت عايزه، يعني يا تعملي كيكه عاديه خالص، يا اما تكون موجوده عندك وعايزه تشوف لها طريقه كده ايه تخليها تتاكل بس تكون سليمه يعني ما يمرش عليها ايام كتير نقول نصلحها. خلي بالكوا حاجه لما تكون اصلا فيها اي ريحه او اي حاجه يعني حبيت تظبطيها وزودت لها حاجات تانية بتلاقيها كله اترمى فخساره. فلا لازم تكون الحاجه سليمه كويسه جدا وما حطيتش عليها مده طويله، يعني ممكن كده دي مثلا من اول امبارح كفايه قوي. ماشي؟ لو في الثلاجه ممكن تقعد معاكي، لو انت حطاها في الثلاجه مثلا 3 4 ايام مفيش مشكله، بس تكون متغطيه عشان ما تشربش اي ريحه. عندي فواكه، اي فواكه بتاعت الموسم موجوده عندك، مثلا عندي تفاح وموز وفراوله، عندك فراوله بس، عندك موز بس، عندك برتقال ممكن تطلعي الفيليه بتاعه زي ما انت عايزه. كومبوت شغال. فعندي هنا بقى ايه؟ هستعمل جيلي الفراوله، هخلي التورتايه دي لونها احمر، لو انا عايزاها اي لون تاني ممكن اخلي هستعمل 4 باكو، ممكن تحطي اصفر، ممكن تحطي الاخضر التفاح، يعني عندنا دريم مطلعه انواع كتير جدا من الجيلي، فممكن لون التورتايه اللي انت عايزاه تستخدمي منه 4 باكو. فانا عندي الكاب بالشكل ده، اول احط ده على النار. بص عشان اعمل التورتايه تطلع معاكي حلوه لازم الجيلي يبقى تقيل. هنا الباكو بتلاقيه مكتوب عليه كوبايتين ميه، كوبايتين ميه للباكو، انا هحط كوبايه واحده بس عشان يبقى تقيل معايا الكيكه تشرب والفاكهه ويبقى يعمل لي حاجه كده مجسم زي التورته بالظبط، فلازم يبقى تقيل عشان يبقى ماسك نفسه. الجيلي العادي اللي احطه في الاطباق او في الكاسات او في الكوبايات لا، ممكن عادي تمشي على الطريقه هي اللي هي كوبايتين الميه، انما انا عشان اجمد بيه حاجه فبقلل الميه وبزود كميه الجيلي. فعندي هنا باكو الجيلي ده هياخد كوبايه ميه واحده، فانا هاخد 4 كوبايات من الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. 4 كوبايات من الميه. ماشي الجيلي يطلعوا 4. وهجهز 4 باكو جيلي. 4 باكو جيلي دريم الاحمر. ممكن تعملي طبقات، فاكر عملنا طبقات قبل كده حطينا ممكن تعملي طبقه مثلا، اعملي مثلا 2 باكو احمر وحطيه في الصينيه وسيبيه يجمد، وبعدين حطي 2 باكو اخضر مثلا او اصفر، يبقى عملتي كمان التورتايه طبقات كمان. بنحط 4 باكو على 4 كوبايات ميه. هروح حاجه سهله خالص، انا عارفه على طول على طول بيبقى ستات البيوت او الام عايزه تعمل لابنها تورتايه مش فاضيه، الموضوع مكلف، وطبعا الاطفال بيبقوا زعلانين قوي عايزين تورتايه زي اصحابهم وعايزين عيد ميلاد، فيعني في منتهى البساطه بحاجه سهله جدا مش هيكلفك حاجه خالص يعني. والكيكه دي ممكن تعمليها باتنين بيضه زي ما احنا عملناها قبل كده وهتخلصي على طول. تمام؟ اجي هنا بس اسخن الميه، هي كده سخنت. معانا ام محمد، اهلا وسهلا. يا ام محمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك؟ ازيك يا استاذه نجلاء؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله، ازيك انت؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، ربنا يخليك. ربنا يخليك، عملك كل اللي بتعمليه والله جميل، الواحد مش قادر يعبر عن شغل عن الحاجات الحلوه اللي بتعمليها. ربنا ده من ذوقك والله، ربنا يخليك يا رب. انا عملت كيكه الجلاش كانت فوق الروعه والله. طب الحمد لله. انا ما كانش يخطر على بالي انها يعني، انا قعدت متردده مده بس عملتها. طب الحمد لله، كانت جميله. ومش بس كده، ده انا نشرتها بين كل اللي اعرفهم. طيب تسلم ايديكي يا حبيبتي، تسلم ايديكي. صورت لهم المقادير اللي حضرتك كاتباها. ايوه. وبعتها لهم واقول لهم اعمليها كذا واعملي، ما شاء الله. واخواتي وكل اللي عمل، الحقيقه جميله جدا جدا الحمد يعني. الحمد لله، تسلم ايديك يا حبيبتي، تسلم ايديك. ربنا يخليك، تسلم ايديك. الله يكرمك يا رب. انا عندي اقتراح. لو القناه قدرت تعملها، انا قلت مره زمان من حضرتك ان بالنسبه لاشغال الابره والحاجات دي، لو عملته حتى يوم واحد في الاسبوع لتعليم اشغال الابره،
للستات اللي قاعدين. ما احنا عندنا برامج كتير لكده يعني، عندنا يعني بتقلي في برنامج او اتنين في اشغال يدويه وحاجات كده هنا في القناه. في. طب ما اعرفش مواعيد. 8 الصبح باين. اسمه ايه؟ اسمه ايه برنامج؟ زي مش زي السكر، اسمه ايه برنامج؟ هشوفه لك. حاضر. بيجي الصبح، برنامج بيجي الصبح بتاع مين؟ الشربيني. مفيش حد يعمل كروشيه عندنا؟ هشوف لكم حد يعمل كروشيه. لا مش هو، هشوف لك انا، هشوف لك. حاضر حاضر. هو بس مش مجمعين معي. ايوه هي وبس، هي بتعمل حاجات يدويه كتير. ماشي، متشكرين يا ولاد. ومنى شاذلي برضو بتجيب فقرات برضو يدويه، فممكن احنا نتفرج على البرامج دي برضو ان شاء الله يعني. ماشي. ابص بجد، جبت صينيه عاديه خالص اهي، بغلفها بالبلاستيك او لو كيس بلاستيك، حتى ثلاجه حتى مش مشكله، بس انا بسهل ان انا اطلع. ولو عايزه تعمليها في صينيه بايركس ما تطلعش اصلا، ما تقلبهاش مش مهم، بس انا عايزه ايه اخليكي تقلبيها. فايه، نحط لها بلاستيك كده واقسمها مع الصينيه. اصل عشان حد هيجي معايا في الحلقه يعمل كروشيه هيخلص الحلقه كلها كروشيه. مش هنعمل حاجه تانية. ماشي كده. قول. ثانيه، انتوا عارفيني بنجزكم. مديكم بدايه، انا اخش في الحلقه اللي بعدين. بصوا كده، اجيب بقى الكيكه دي ابدا ان انا افتفتها، عشان كده بقول لكم يعني عايزين بواقي بقى، عايزين ايه يعني. انا قصدي ان انا افتفتها علشان اللي عنده كيكه باقيه يعملها كده. ممكن ما اخدهاش كلها كمان. تمام كده. نجيب بقى مثلا ايه، مش هنحط مثلا فراوله، اي فاكهه زي ما بقول لكم عندكم كده، تفاح، فلي، برتقال، موز. ممكن تحطي فراوله بس، ممكن تحطي موز بس، ممكن تحطي تفاح بس، زي ما انت عايزه يعني. الفاكهه الموجوده عندك هنحطها. خلاص اهو انا قدام الدقيق. طيب اوكي ماشي، ادي موز، عايز احط كمان شويه فراوله. طبعا انا بحط كميه قليله، انت كتري عشان يبقى احسن. ماشي خلاص. وهروح بقى ايه، حاطه الجيلي كله كده اشربه كده ليها، واحطه في الثلاجه لغايه تاني يوم. ماشي لغايه تاني يوم احطه في الثلاجه.